بس انتوما بلاتي اختي نشوفوا هادوك، انتوما خوتي المغاربه، انتوما هادي راه كروريسه، انتو الكروسه فين مخشيه، شوفوا اخوتي الكروسه فين مخشيه، شوفوا اخوتي، شوفوا اخوتي هاد الوليدات فين ناعسين، خوتي المغاربه ناعسين ما بين جوج ديال، لاحظوا ما بين جوج ديال الكاميوات، لاحظوا هاد الوليدات فين ناعسين، خوتي المغاربه ما كنلومكمش، انا غير كنعطيكم الصوره ولكم التعليق، لاحظوا هاد السيده، شوفوا هاد الوليدات صغيورين، شوفوا مساكن، شوف انا ما غاديش نوري الوجه ديالهم، انتم لاحظوا معايا اخوتي، شوفوا هاد الوليدات فين ناعسين، انتم واحد السبرديله صغيوره ديال الوليد، انتم اخوتي، شوف ها انتم لاحظوا، انا الان حاضر اقسم بالله، يلا جات واحد السيده جابت لي هاد الميكايه، هاد الميكايه شافها الليمون وفيها عذاب اخوتي المغاربه، هذا يشهد الله، انتم انا بغيت نوريكم هاد الصوره، هذا غادي ندور عند المراه، لا اله الا الله محمد رسول الله، انتم اخوتي المغاربه، انتم هاد الوليدات فين ناعسين، شوفوا اخوتي المغاربه، شوف قدامهم هنا راه مازال انا اللي داير الضو، لاحظوا هنا الخلاء، لاحظوا هذا خلاء الخوت، لاحظوا. السلام عليكم. السلام اختي. اختي انا ما صراحه انا دخت، انا ملي وجهتي لي النداء وسمعتك كتبكي، لا بالعكس اختي، ماشي هذا اقل ما يجب، هذا اقل ما يجب اختي، اختي بغيت نفهم، واش انت دابا كتنعسي مع هاد الوليدات هنا؟ تنعس وقول تنعس وما تنعسش، تنعس وبقى فايق، كتبقاي حاضيه وليداتك؟ كاينين حاشاك الطوبات وداك الشيء خاصني نبقى نجري عليهم، مازال تنعسهم تحت هذاك الكاميو، غير دابا حيت جيتي بغيت نخرجهم تما باش يبانوا. كتنعسين تحت الكاميو؟ تحت الكاميو باش ما نبانوش للناس، باش ما تبانوش للناس، باش ما تعرضوش للسرقه وتعرضوا حيت كاينين الضمائر الميته. اختي دابا انا والله ما عرفتش منين غنبدا. ما عرفتش اختي منين غادي نبدا صراحه، انا ما عرفتش منين غادي نبدا، ما عرفتش، انا دخت ملي شناد، انا صراحه ملي شاد الحاله اللي نتوما فيها، ما عرفتش واش كنعيش مع والله العظيم ما عرفتش اختي. اختي دابا انت سمعيني، لاحظي حتى التقديم ديالي ارتجل. الله يرحمك الوالد. لا بالعكس اختي، اختي دابا خوتك المغاربه راه كيشوفوا فيك داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. مرحبا اختي، عاودي لينا شنو وقع لك، كيفاش هاد الوليدات تتلاحوا في الزنقه؟ ما فهمتش انا، كيفاش تقول لك في الزنقه؟ انا دابا عندي ثلاثه، بنتي ما كايناش دابا، ما بغاش تبقى معايا هنايا، لان انا كما قلتي كاين الشمكره وداك الشيء، ما قدرتش نخليها بنتي كبيره، صيفطت عند الدريات هاد جوج هما تيباتوا معايا، دابا ما عنديش فين غنديهم، كان عندي الراجل مات ليا بكورونا، دابا 8 شهور باش مات ليا بكورونا، وزيد العمل وتمشي ندير الفراشه بحال حساني، كل مره واش ندير، مره نخدم عند الناس، مره ندير الفراشات، كل اللي عطاو لي تيعطيني الماكله، كل واحد واش يعطيني، الحمد لله. هاد الشهر هذا شهر واحد كنت انا جاتني كورونا، مرض صبر عليا مول الدار، والله يرحم ليه الوالدين، ولكن هاد الشهر جوج ما قدش يكمل الصبر ديالو، قال لي خرجي، دابا راه من نهار 15 وانا هنايا، قال لك خرجي وهاد الوليدات شنو المصير ديالهم؟ قال لي انا باغي نتخلص، انا صبرت عليك في شهر واحد صافي. تشوف اخويا اختي، ما انا صراحه والله العظيم لاول مره كنرتجل في التعليق، وكنرتجل في لايف مباشر مع الناس، وعارفين الحمد لله كيفاش كنقدم، ولكن اختي الحاله ديالك انا ما عرفتش كيفاش نقدمها وكيفاش غادي نساليها، انا صراحه ما دخت انا ملي انا ملي شفت هاد الوليدات هنا وعايشين في هاد وسط الخلاء، الخلاء وانسان راه تنفيقو مسكين ولدي، تنفيقو الصباح راه شكارتو، تنفيقو الصباح يمشي للمدرسه، غدا عاوتاني عنده المدرسه في الصباح، تنفيقو نديه يفطر مع المحلبه عاد نديه للمدرسه، عاد نجي انايا نجمع هادشي وندي عند العساس نخلي عندو ونمشي نترزق الله. اش كتجمعي كوزينه؟ اش كتجمعي؟ شنو اش عندك ما تجمعي اختي؟ شنو دي هاد المينطات هادو باش ما يديهمش ليا اختي؟ شحال وانت في هاد الحاله دابا انت؟ دابا من نهار 15. من نهار 15 فهاد الشهر؟ اه فهاد الشهر خرجت، نهار 15 في الشهر
نهار 15 في الشهر. الله المستعان. يعني انا ما عرفتش من نهار الثلاث وانت هنا. من نهار الثلاث تجيبوا لي الناس الجيران اللي كانت حداهم ولا تجيبوا لي ما ناكل وما نشرب كما شتي دابا الدريه جات لي. انت شوفي الحمد لله خوتك المغاربه كيسولوا عن المراه ديالك. الحمد لله الله يرحم لهم الوالدين. الله يرحم لهم الوالدين. الناس كيقول لك النمره ديالها. الله يرحم الوالدين. محتاجه محتاجه خويا الله يرحم الوالدين. وتا فيني سكنوا الدار فيني استقر مانطي الاخر ما عنديش عندي هذوك الجوج انا اختي كنشوف انا راه شوفي لاحظي سبحان الله ما عندي انا الله وجهك لا حول ولا قوة الا بالله خوتي المغاربة واش قدرتوا تكملوا هذا اللايف انا ما قدرتش نكملوا صراحة انا ما قدرتش نكمل هذا اللايف انا اختي ما قدرتش نكمل هذا اللايف صراحه ما قدرتش رحم لك الوالد والله ما قدرتش بالله الله يرحم لك الوالد خوتي المغاربه غنعاود نوريكم هذه الصوره غادي نوريكم هذه الصوره هذه انتوما شوفوا اخوتي هذه الوليدات فين ناعسين انتوما انتوما هذه الوليدات فين ناعسين اخوتي انتوما شوفوا اخوتي انتوما هذه كوريريسه ديالهم انت انتوما هذه كوريريسه ديالهم في المدرقه حضر الوليدة ديال لاحظوا اخوتي هانتوما اخوتي هاد الوليدات فين ناعسين وغيصبحوا الصباح في المدرسة هانتوما دابا هادو كيفاش غيقراو هادو كيفاش غيقراو هاد الوليدات انا ما فهمتش الدري كيفاش غيركز في الدرس في المدرسة كيفاش غيركز مع الأستاذ وكيفاش غيركز مع التلاميذ لاحظوا هانتوما الطرف ديال الخبز ها هو هانتوما الخبز فينا وحدة ها هما امر البراء انتوما شوفوا انتوما انتوما خوتي المغاربه انتوما خوتي هذه سبرديله مسكين ديال ديال واحد فيهم انت هذا خوتي عندها 3 سنين هذه سبرديله ديال بنيه عندها 3 سنين دابا هذه هذه دايره بنتك هذه شوفوا هذه دايره بنتك هذه سبرديله دايره ديال بنتك هذه انتوما هادي بنية عندها 3 سنين شوفوا في الناس انتوما شوفوا اخوتي في الناس والوليدة وحدها ها هو الصباح غادي يصبح في المدرسة مسكين دابا حنا كنصوروا فيه مسكين هو في غرق انه من ناعس ما عارف والو مسكين ما عارفش الحياة ما عارف والو ولكن اللي سهرة عليهم مسكينة ومواقفة كتسنى فيهم وخايفة عليهم هي هاد السيدة هادي انا ما عارفش اختي ما عرفتش واش نحييك واش نحييك على هاد ما عرفتش كي غنقول لك انا اقسم بالله لك ارتجلت في الكلام ما عرفتش غادي نقول بعدي ما غندير مكتوب الله تيتصرف مكتوب الله تيتصرف حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اختي ماشي من عادتي انا كنبكي بزاف ولكن راه ملي كنشوف شي حاله قلبك واخا يكون اخويا كما كان ضروري غتحل بلا الدراري الدراري راه اجي اختي قربي هنا انت دابا الشتا بانت ليا الشتا بحال كتنبش الشتا خوتي المغاربه هادي راه ناعسه في الشتا وناعسه في هاد البرد وناعسه في هاد الخلا في هاد الخلا خلا ما عنديش حتى باش نغطيهم بالزيت ما عنديش والله ما عندي حتى باش نغطيهم بالزيت ما عنديش السبرديله اللي كانت عندو تقطعت راهي الصنداله حدا شراو عليها الناس والله ما عندي انا مصفاقه انا مريحه مع 10 الصباح انا مريحه في الفراشه والله ما جبت معايا حتى شي حاجه اقسم بالله الشتا كتصب الشتا كتصب خوتي المغاربه رحمنا قالت لك الله يرحمنا الشتا كتصب الشتا كتصب شوف حنا ما غاديش نلومكم كندوي انا وسمحوا لي كندوي عفوي كندوي عفوي حيت هاد الحاله راه ماشي ديال المزاح ماشي تمثيل هذا واقع هذا راه حاله قدامنا عايشين وكتشوفها معايا هانتوما دابا الشتا كتنبش لاحظوا اللي بغى يطلع من الشجر ما غيلقاش الشتا كتنبش هاي الشتا بدات كتصب دابا لاحظوا هاد الوليدات ناعسين هنا انا ما عرفتش انا كنتخيل ما عرفتش مجرد الخيال باش انني الصباح نقول هانتوما اقسم بالله شو الشتا هانتوما الاخوان هاد الشتا دخل هذوك الوليدات انا مزاوك فوق هانتوما اخوت هاد الوليدات غتدخلهم تحت كاميو هانتا غتدخلهم تحت كاميو هانتوما
اي غتفيقهم مسكين انت ما غتفيقهم غتفيقهم باش تدخلهم هاد الشتا. شوفوا شو البيت اللي غتدخلهم ليه خوتي المغاربه، شوفوا البيت اللي غتدخلهم ليه، شوفوا البيت، شوفوا البيت اللي غتدخل ليه هاد السيده، شوفوا شوفوا البيت اللي غتدخل ليه هاد السيده خوتي، شوفوا 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 اخوتي، شوفوا اخوتي، شوفوا شوفوا اخوتي، هذه اختكم مغربيات، هذه اختكم مغربيات، هذه راه اختكم مغربيه، انتوما اخوتي انتوما ما بغيتش نوريكم الصوره حيت وليدات صغيورين، انت وهز اختو، شوفوا وهز اختو، وهز اختو وهز اختو، شوفوا وهز اختو نايض من الناس ديخ، وهز اختو هادشي راه عندنا في المغرب الخوت، هادشي في بلادنا المسلمين، شوفوا هادشي في بلادنا المسلمين، شوفوا اخوتي شوفوا هانتوما اخوتي، شوفوا تخشاو، شوفوا هادوك الوليدات فين تخشاو، شتي هاد البيت اللي دخلت ليه دابا، تخيلوا دابا صبت شي الشمس مزيان دابا وداك الماء هود عليهم، ما عرفتش انا ما عرفتش دابا، هادي نقولوا مثلا اذا رقاتهم على خوتي المغاربه هادي راه انا ما عرفتش والله العظيم الا خانني التعبير وما بقيتش عارف شنقول، هانتوما اخوتي كتفرش عليهم هاد المنطقه، هانتوما لا اختي اش غنسمح ليا، انت اش غنسمح لك اختي، اش غنسمح لك، اش غنسمح لك واش انت كرهتي اختي، احيا اسمح ليا، انتوما الام، شوفوا الام اختي، اجي اختي عند الدري، اجي هنا، اجي اختي هنا مع صافي تما اختي، انت اختي ما عرفتش نقول لك اشنو بغيتي وشنو كتطلب وشنو واش بغيتي تقولي للمغاربه، ما عرفتش انا اختي قولي اللي بغيتي، شوفي قولي اللي بغيتي اختي، انا ما ندخلش معاك في الرسميات، قولي اللي بغيتي اختي، حيت الصوره راه شناها ما عندنا ما نقولوش. كل حاجه نشكرك اسيدي الله يرحم لك الوالدين، تسخسختي معايا. لا بالعكس اختي. تنقول للناس اللي تيشوفوني اللي في ارض المغرب واللي خارج من المغرب، الله يرحمني من الوالدين، شوفوا من حال الدراري ويعاونوني، بغيت نكري. ما بغيت والو، بغيت نكري وبغيت شي مانطا، دابا محتاجة المانطا، دابا حاليا محتاجة المانطا والشبكة تصب، الله يرحم الوالدين، محتاجة لأي حاجة، أنا ختكم محتاجة لأي حاجة، لا محتاجة للحوايج لولادي، محتاجة لأي حاجة، الله يرحم ليكم الوالدين، موت في الصقرة وليداتي، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يخلي ليكم صحيحتكم. واه الله الله الله، احتاج لاي حاجه اختي، انا مزوق فيك اختي، ما بقيتش قادر، اعطي الرقم ديالك اختي، انا راه شوفي راه كلشي تقال وكلشي كلشي باين، كلشي شناه، كلشي ما بقاش عندي شي حاجه نقول، انا صراحه ما بقاش عندي شي حاجه اختي، اعطي الرقم ديالك، انا مزوق ما بقيتش قادر نصبر لهذا الشيء، جبديه واخا جبديه 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 اختي جبديه، انتوما خوت ديالنا، انتوما بالمقابل، انتوما اللهم بارك، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد، انتوما الناس ناعسه وشعلت التلفازات فهمتيني، وهاد السيده هادي ناعسه، شو واحد طب شو واحد طب الاخوان، شو واحد راه جاي راه داز تحت، هادي طب هادي، اها انتوما لاحظتوا واش كتبقى فايقه هاديك طب، قفيقه على قبل، انا واحد الطوب باش شتها دابا دازت لتحت، والله سبحانه وتعالى كيقول لنا وان من الحجاره لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله، يعني الحجر الصخر كيتشق يعني بالرحمه، فما بالنا حنا بشر بالقلب ديالنا،
هذا حالنا والحمد لله على هذا الحال اللي حنا فيه. الحمد لله سبحانه وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. تحياتي للجميع، وانتم بقيت ليله سعيده. وهذه السيده ما عرفتش كي غندير لها، انا صراحه ما عرفتش والله، ما عرفتش والله، ما عرفتش نقول لها واش نقول لها. اختي جاوبي جاوبي، لكل شي واحد في المحسنين جاوبي جاوبي جاوبي. السلام عليكم. ما عرفاش التليفون، ما عرفاش التليفون اختي. سمع لك شي واحد ياك؟ جاوبي. الو السلام عليكم. السلام عليكم اسيدي. واخا هاك اسيدي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. اخويا بلاتي اخويا نزيد في بلاتي. واخا اخويا عرفتوا اش كيقول هذا المشارك؟ انت يا اختي حد دابا كيعيطوا الناس بزاف، انت خوتك المغاربه كيعيطوا الحمد لله. الله يرحم ليهم. كيعيطوا الحمد لله. هذاك هذا السيد كيقترح واحد النمره من برايا، هذا السيد كيقترح كيقول لك نديروا بي. هاك يا اختي ما قدرتش نكمل انا. الله يرحم لك الوالد. الو. انا ما قدرتش نكمل صراحه هذه الحلقه والله ما قدرت نكملها والله. الو. بلاتي جاوبش. الو السلام عليكم. عرفتي السيدة اختي اش غنقول لك انا والله ما عرفتش مين غنبدا اقسم بالله. اسمح لي الله. لا بالعكس اختي، لا بالعكس، انا ما عرفتش غندير لك، انا ما عرفتش كيفاش غنمشي ونخليك مع هاد الوليدات. انا والله الا دخلت وحق الله العظيم. خوتي المغاربه غادي نضطر انا نقطع هذه الحلقه هذه صراحه. ما بقيت قدرت والله ما بقيت قدرت بالله، غادي نقطع هذه الحلقه هذه. وكنعتذر لكم بزاف بزاف. المهم كل واحد يقول اللي بغى، راه كاين الله سبحانه وتعالى، كل واحد يفهمها ويقرا بالطريقه اللي بغى. اللي كيمنا هو الله سبحانه وتعالى، صافي هادشي هو اللي كيمنا، كفى بالله شهيدا. الى بث مباشر اخر، وكنتمنى ما يكونش بحال هذا صراحه، كنتمنى بث مباشر ما يكونش بحال هذا. غادي ننشروا الرقم ديالها والله احنا درنا السبب والكمال، كيبقى على الله سبحانه وتعالى. تحياتي للجميع، السلام عليكم.